حياكم الله حيثما كنتم مشاهدين الكرام، وأهلا بكم في مستهل حلقة جديدة من برنامجكم الرياضي الهدف. في حلقتنا لهذا الأسبوع نقف بالنقاش والتحليل وإياكم على مباراة منتخبنا الوطني للشباب أقل من 20 سنة الأخيرة، التي تغلب بها على نظير الجزائري بهدفين للصفر، قالبا تأخره بهدفين لواحد هناك في الجزائر إلى فوز أهله للدور الحاسم للقاء مالي. نتابع العنصر التالي ومن ثم نعود وإياكم نتابع. هنا يرفرف العلم الوطني في أكبر منشأة رياضية في موريتانيا، والحدث مباراة الإياب أمام مشارقة الجزائر برسم تصفيات إفريقيا للشباب تحت 20 سنة في زامبيا. فبعد النتيجة الإيجابية هناك في أرض محارب الصحراء، كان لابد من الصحوة هنا، والفوز ولو بهدف يتيم يكفل لنا التأهل للمرحلة الثانية، وإن كان الحضور الجماهيري في بداية المباراة ليس بقدر أهميتها. هذا الحضور يعود إلى ذلك، ولكن يعود إلى قياب تغطية إعلامية للأحداث الرياضية والتسويق لهذه الأحداث، ونقص الإعلام الرياضي، تقصير من الإعلام الرياضي وتقصير من الطرف الاتحادية والخلية الإعلامية الاتحادية. لو كان هناك تغطية إعلامية أو تعبئة جماهيرية لهذا الحدث الرياضي الهام بالنسبة لموريتانيا، لكان هناك حضور أكثر من هذا المستوى وأكبر من هذا المستوى. بعد النشيدين الوطنيين للشقيقتين دخل أشبال المرابطون في صلب الموضوع، وبدأ البحث عن الهدف بحضور القائد الحسن العيد والمايسترو الصغير الكبير حسن تجدي، والنتيجة ركلة جزاء انبرى لها الأول، لتكون الصورة هنا أبلغ من الكلام. في الشوط الثاني دخل أشبال المرابطون ليروا عطش جماهير صامت رتحا من الزمن وشجعت بكل الطرق المشروعة من أجل فرحة باتت قريبة جدا بعد مضي نصف الشوط الثاني، وأبطالها محافظون على تقدمهم وتحملهم على الإصابة. فكان الخروج باللغة الإجبارية لصانع الألعاب والهدف الوحيد حسن تجدي. خرج الحسن ليترك مكانه للطنش والحمي، وكأنه يريد أن يذكر الجماهير الموريتانية بنجمها مولاي أحمد خليل بسام وهدفه في غامبيا في الدقيقة الأخيرة من المباراة، ليحمل فوق الأعناق كما حمل موريتانيا إلى الدور الثاني، وزرع البسمة في مدرجات كانت خاوية في بداية المباراة. رئيس الاتحادية الموريتانية لكرة القدم ثمن هذا الفوز معتبرا أنه جاء بعد جهد كبير بذلته الاتحادية والدولة معا. اليوم صحيح تأهل منتخبنا ضد فريق قوي وهو المنتخب الجزائري، المباراة القادمة ستكون ضد المنتخب المالي بعد أقل من 3 أسابيع، إذن العمليات يبدأ من ابتداء من يوم غد. مرة أخرى ننتهز الفرصة نشكر الحكومة الموريتانية دعمها للمنتخب الوطني للمنتخبات الوطنية كاملة، وهذا النجاح على هذا المستوى على هذه الفئة السنية يثبت عن الكرة الموريتانية ما عندها لا منتخب وطني أول يقارع الكبار اليوم، وإنما تعمل للمستقبل وعندها نجوم جايين، وإن شاء الله الهدف هو التأهل لكأس إفريقيا أقل من 20 سنة والتحضير للمستقبل. شكرا. خرج محارب الصحراء من النفق الضيق والدموع هي هدية أشبال موريتانيا لهم في انتظار مالي في المرحلة القادمة والأخيرة من تصفيات زامبيا 2017. صلاح الدين سيد أحمد، الوطنية. إذن مبروك لمنتخبنا الوطني لأقل من 20 سنة هذا الفوز وهذا التأهل المستحق للدور الحاسم من التصفيات المؤهلة لنهائيات أمم إفريقيا أقل من 20 سنة. للتنويه، في الدور القادم سنلاقي منتخب مالي، هذا المنتخب العنيد الذي طالما شكل حجر عذرة بالنسبة لنا في مباراتنا هذه. ونفتح الباب لكم واسعا لتدلوا معنا بدلوكم في هذه الحلقة. في مباراتنا هذه قدم شبابنا أداء رجوليا أنسوا به الجماهير خيبة الجزائر التي خسرنا فيها بهدفين لواحد. هدف المباراة سجل أولهما الحسن العيد في الدقيقة 36 من ضربة جزاء انبرى لها كما شاهدتم في التقرير، بعد مراوغة جميلة وفنية بينه وبين اللاعب الواعد الحسن تجدي. إذن الهدف الأول، بهذا الهدف شهدنا السيطرة واضحة لمنتخبنا الوطني طيلة الطور الأول من المباراة الشوط الأول الذي انتهى بهذا الهدف الوحيد.
في الشوط الثاني تغيرت المجريات، ضغط الجزائريون لأجل تدارك النتيجة، إلا أننا استطعنا وبحمد الله الحفاظ على النتيجة. جرى تغيير اضطراري أول بخروج صانع الألعاب الحسن التقدي، هذا اللاعب الواعد بشد عضلي دخل مكانه حمي والطنجي. حمي يحسب له أنه كان لاعبا مهاريا مراوغا، لكن لياقته البدنية كانت دائما ما تبين الفارق بينه وبين لاعبي الجزائر. في الدقيقة الأخيرة من الوقت بدل الضائع، الدقيقة 95، سجل حمي هدف تعزيز النتيجة والفوز وتأكيد الفوز، لتكون النتيجة بذلك هدفين للا شيء، ونحن كنا بحاجة فقط لهدف لكي نعبر الجزائر. إذن بالتوفيق لمنتخبنا الوطني في مشواره القادم في التصفيات المؤهلة لنهائيات أممية إفريقيا للشباب أقل من 20 سنة. إذن للمشاركة معنا في هذا الموضوع يرجى الاتصال عن طريق الرقم الذي يظهر أسفل الشاشة والإدلاء معنا بدلوكم في هذه الحلقة، ونستقبل أول المشاهدين. ألو؟ نعم تفضلوا أخي الكريم. ألو؟ نعم تفضلوا. السلام عليكم. وعليكم السلام. نعم تفضلوا أخي الكريم. شكاري أجل بس. ما شاء الله الحمد لله بخير وعلى خير. ما فيه. الحمد لله. الاسم الكريم؟ المختار. مرحبا بك المختار. مصيبة. مرحبا بك وبهالكيفة. خير وشارك معكم في البرنامج. تفضل مرحبا بك المختار. انت قال ان منتخبنا الوطني الشبابي قد يتغلب على مالي بهذا الاداء اللي قدم امام الجزائر. ما شاء الله كل شيء ممكن، ترى في كرة القدم كل شيء معقول، لا حد يدير الثقة في راسه توب يعرف ان كرة القدم ماذا كبير من الصغير. نحن رياضيين ونعرف ان كرة القدم لا حد يعود واثق في راسه، وانتم مع كرة القدم ماذا كبير من الصغير، لا حد رانا مشجعين بعد المنتخب الوطني ومهنعينه على الفوز والتأهل ويديروا الثقة في راسهم، دور كامل يجب يتحقق دور حقه ان شاء الله، وما في مستحيل كرة القدم. جميل. اذا نشكر لك مختار مداخلتك القيمة هذه، ونفسح المجال لمشاهد اخر بالفعل مستحيلة في هذا العالم. نعم السلام عليكم. الو. نعم تفضل اخي الكريم. نعم. اذا يبدو بان هذا المشاهد لم يكن حاضر، ونرجو من بقيه المشاهدين الاكتفاء بالاستماع لنا من الهاتف والابتعاد عن التلفزيون او تخفيضه حتى نسمعهم جيدا. نعم تفضلوا. الو السلام عليكم. وعليكم السلام. ان شاء الله غير بس. ما شاء الله الحمد لله. الاسم الكريم. الحمد لله. احنا قدون نشاركوا في برنامج. تفضلوا مرحبا بكم. تفضلوا الاسم الكريم. هاي مباراة تبارك الله زينة ان شاء الله. محمد من الداخلة. مرحبا بكم محمد من الداخلة. الو. تفضل. هذا تبارك الله هاي مباراة تفوق المنتخب الموريتاني وراجل عند غلام ان شاء الله لا يتأهل ويعود كيف الفرق ان شاء الله ويربح ان شاء الله كاس افريقيا ان شاء الله. جميل ذلك ما نتمناه. اذا نشكر لك محمد مداخلتك هذه، ونستقبل مشاهد اخر. اذا هذا الفوز كان فوزا بطعم التأهل. نعم السلام عليكم. الو. تفضل الاسم الكريم. عليكم. وعليكم السلام. المباشر ولا ما مباشر؟ تفضل تفضل انت على المباشر. تفضل. نعم اذا يبدو بان هذا المشاهد لم يكن حاضرا، ونستقبل مشاهد اخر. الو. نعم تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. وطنية والله. تفضل. نعم تفضل. إذا يبدو بأن المشاهدين هناك بعضهم لا يحضر معنا هذه الحلقة. للتنويه نحن اليوم نخصص حلقتنا للحديث عن مباراة منتخبنا الوطني لأقل من 20 سنة الأخيرة ضد النظير الجزائري، ونتمنى من السادة المشاهدين الاستماع من الهاتف وترك التلفاز جانبا أو تخفيضه حتى يتسنى لنا التواصل معهم. نعم السلام عليكم. السلام عليكم. نعم وعليكم السلام. تفضل اخي الكريم. بخير ياك ما تحس بشيء.
ما شاء الله الحمد لله. الاسم الكريم تقول ماتش والله اللي زين شفناه كامل قاعد نحتاج نعرف فش ماتش كاميرون فشن اللي هون من واقف شوطينته ذاك الثاني من يونيو القادم إن شاء الله. وجدة. شكرا. إذا الآن سنعرض لكم السادة المشاهدين لقاء حصري أجريناه مع المدير الفني للمنتخب الجزائري توفيق قريشي الذي قال بالحرف الواحد بأن الخبرة هي التي أدت إلى فوزنا وأيضا رئيس البعثة الجزائرية. نتابع. بطبيعة الحال هذه حال تصفيات فيها فائز وفيها منهزم، وفي بعض الأحيان المنهزم هو اللي يبذل جهود أكثر داخل الميدان، وكما قلت أنت ممكن كنا أقرب إلى الفوز، ما ساعدناش الحظ، ممكن الحظ وأيضا كان بعض التسرع تاع لاعبين. ما ننساوش أن هذه أول خبرة خارج الوطن بالنسبة للاعبين شبان هذوما، اللي نقول أن نتمنى أن الفريق الموريتاني واصل الانتصار تاعو وممكن حد سعيد بالنسبه للفريق تاعنا. اولا نهني الفريق الموريتاني ونتمنى له ان شاء الله يروح بعيد في التصفيات الاتيه. الفريق الموريتاني عنده لاعبين ممتازين ممتازين جدا. الفريق الجزائري كذلك، ولكن لا ديفيرونس هي الخبره، فرق هو الخبره. الفريق تاعكم فاز علينا بالخبره، نتمنى لكم النجاح ان شاء الله، وهنيئا للاخوه الموريتانيين لان يمثلوا الجزائر ويمثلوا موريتانيا. إذن شكرا لرئيس البعثة الجزائرية وكذا المدير الفني للمنتخب الجزائري، نشكرهما جزيل الشكر. وبالفعل المنتخب الموريتاني يمثل موريتانيا ويمثل الجزائر، فنحن في الأخير أشقاء. إذن المدير الفني للمنتخب الجزائري قال بأن عامل الخبرة هو الذي لعب لصالحنا وهو الذي أدى إلى فوزنا. وبالفعل في المنتخب الوطني لأقل من 20 سنة هناك على الأقل 5 لاعبين ينشطون في المنتخب الأول على غرار الكابيتانو الحسن العيد مسجل الهدف الأول في المباراة، وكذلك المدافع يعقوب علي عبيد، ولاعبي الوسط يحيى دلاهي وبكارين داي، فضلا عن حارس المرمى محمد صلاح الدين الحارس الثاني للمنتخب الوطني. إذ أن فزنا ولله الحمد، ونرجو التقدم في قادم الأيام والفوز على مالي، ونستقبل مشاهدين آخرين للتعليق على ردود المدير الفني للمنتخب الجزائري وكذا رئيس البعثة الجزائرية. نعم السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، مساء الخير. مساء النور، الاسم الكريم. حسين أحمد سالم. مرحبا بك الحسين. أهلا بك. أنا لن دون عقب المباراة صراحة، أنا ما شفت غير ذي الأداء اللي نعد سواكتين التقرير جيد إلى أقصى درجة، ما أن الأهداف قاع ما شفنا منهم هو ضربة الجزاء. ونتمنى الفوز طبعا للفريق الوطني لأنه تاج الرأس، سواء كان الفريق الأول أو الفريق الثاني لا فرق. ونتمنى الفوز إن شاء الله ضد مالي، والتوفيق التوفيق، وحبذا لو أعدتم الأهداف، والهدف الأخير هو الأساسي لو سمحت. جميل. إذن نشكر لك مداخلتك القيمة معنا، وسنحاول جهدنا عرض الأهداف. إذن مشاهدين الكرام، أنتقل بكم الآن إلى فقرة صورة وتعليق، سنعرض فيها صورة ومن ثم نعود بالتعليق عليها. نتابع. إذن مشاهدين الكرام، كما تابعتم الصورة كانت لنجم وسط منتخبنا الوطني الشاب الواعد الحسن التقدي، الذي خرج مصابا بشد عضلي في المباراة الأخيرة ضد النظير الجزائري، مما يحسب ضد مدرب منتخبنا الوطني الشاب هو كونه أشرك هذا اللاعب طيلة أطوار المباراة إلى أن خرج مصابا، وهو كان تنقصه اللياقة البدنية الكافية للمشاركة في هكذا مباراة، وخصوصا
خصوصا بالنسبة لنا نحن من كنا في أرض الملعب شاهدنا كثيرا ما يتعرض لعرقلة وخشونة من طرف لاعبي الجزائري، لأنه هو لاعب مهاري ويحاول اقتناص الفرص وصناعة الفرص من خلال المراوغة وما إلى ذلك. أيضا مدرب منتخبنا الوطني الشاب لأقل من 20 سنة لعب بالحسن العيد كرأس حربة، وهنا أبطل مفعول الحسن العيد، لأن الحسن العيد من المعروف لدينا أنه هو لاعب مهاري، لاعب وسط مهاري، لا يستطيع صناعة الأهداف من الفرديات وتسجيل الأهداف من الفرديات وإنما صناعتها. بالتالي أيضا لعب بحسن جوب كرواق أيمن، والحسن جوب الأفضل له هو تواجده في الوسط. إذن ربما الخيارات لم تكن واسعة ولم تكن عديدة لدى مدرب المنتخب الوطني الشاب، ما أدى به إلى اللجوء إلى هكذا خيارات. بالتالي هو أيضا لاعب لأجل الفوز وهاجم بكل ما أوتي من قوة، وهذا يحسب له. هدف المباراة الذي سجل في الدقيقة 36 من ضربة الجزاء أكسب قوة وأشحن لاعبين بحماس، ما أدى إلى الضغط على النظير الجزائري وامتصاص أيضا حماس الجزائريين، باعتبار أنهم دخلوا هذه المباراة كتحصيل حاصل، الخروج بالتعادل يكفيهم وهم الفائزين على أرضهم بهدفين لواحد، إلا أننا استطعنا قلب النتيجة عليهم. أيضا دخول فودي تراوري في الشوط الثاني عزز الهجوم لصالحنا، وكنا نحن الأقرب في أكثر من مرة للتسجيل، أضعنا عديد الفرص. حمي واللطنجي الذي دخل في الشوط الثاني مكان الحسن تقدي المصاب صنع عديد الفرص قبل أن يسجل الفرصة الأخيرة في آخر رمق من الوقت بدل الضائع اللي يحتسبه الحكم بخمس دقائق، سجل هدف جميل على طريقة بسام، هو الهدف أقرب لهدف بسام، حتى أن البعض قارنه باللاعب بسام لكونه هو يرتدي الرقم 11 ويلعب في نفس مركز بسام، والهدف أيضا مشابه لهدف بسام في الدقائق الأخيرة ضد غامبيا. إذن نستقبل مشاهدين معنا للتعليق على مباراة الجزائر وحضور منتخبنا في المباراة القادمة. إذن نعم، السلام عليكم. نعم تفضل. عليكم السلام. نعم تفضل. كيف حالك يا باب؟ ما شاء الله الحمد لله. شنو رايكم في اداء منتخبنا ضد الجزائر؟ اداء ما شاء الله زين. الاسم الكريم محمد عبد الله. مرحبا بك محمد. محمد انت قال لنا قدونا غلبوا مالي. سؤالك الله قدوا مالي يغلبوا. جميل جميل هذه الثقة، ذلك ما نتمناه. إذن نشكر لك محمد مداخلتك القيمة هذه. إذن مباراتنا القادمة مباشرة ضد النظير المالي ستكون هنا في العاصمة نواكشوط في 20 من الشهر الذي يحل علينا، على أن تكون مباراة العودة بعدها بأيام هناك في باماكو، ونستقبل آخر دفعة من المشاهدين معنا. نعم السلام عليكم. نعم تفضلوا. الو عليكم السلام. الاسم الكريم. الو اذا يبدو بان هذا المشاهد لم يكن حاضرا معنا، ونستقبل اخر. الو نعم ألو. تفضلوا الاسم الكريم. الو السلام عليكم. عبد الرحمن. وعليكم السلام. الحمد لله. قلت لك سؤالكم شنو المطلوب؟ شنو رأيكم في أداء منتخبنا الوطني للشباب ضد النظير الجزائري في المباراة الأخيرة التي فزنا بها بهدفين لصفر؟ فعلا أنا بالنسبة لي شفت المباريات، وعلى كل حال فعلا كانت النتيجة إيجابية للموريتاني، وعلى كل حال أول مرة فريق وطني موريتاني يفوز على الجزائر، والله على فريق كبير مثل الجزائر. لكن لا أخفيك سرا أنني ماني مطمئن على أداء المنتخب، خاصة في التحكم في الكرة والتمريرات المتقنة. فعلا في لاعبين في مهارات فردية، لكن ما زال ينقص الكثير من التنسيق والسيطرة على الكرة خاصة في وسط الميدان،
وايضا فيه ارتباك شيء ما يحدث دائما عند نهايه المباريات. راجل ان شاء الله عنه في المستقبل عنه يتم تجاوز القائم عن الفريق صلح الاخطاء ما يخص المباريات القادمه امام مالي. نحن تخلصنا من العقده السابقه وهي السنغال، وعندنا ايضا يجب علينا ان نتخلص من عقدة مالي وكذلك الفريق المغرب، كذلك المغرب او من دول الجوار اللي ما مازلنا. على كل حال نعطوه كثير من الاحترام، وفعلا فريق مالي فريق قوي وشارك في نهائيات كاس العالم، وايضا يجب ان لا نحترمه زياده على المعقول، وايضا نركز على نقاط الضعف ونشاهد المباريات التي لعبها الفريق لعبها المنتخب الوطني هنا في نواكشوط، ونلاحظ ما هي الاخطاء، واطلب من المدربين ان يعملوا على التحكم بالكره والتمريرات المتقنه. وشكرا. جميل، اذا نشكر لك مداخلتك القيم هذه. بالفعل منتخب مالي منتخب قوي، لكن لا يجب علينا أن نعطيه أكثر من قدره. منتخب مالي للشباب لديه لاعبون مهرة، نحن أيضا لدينا لاعبون مهرة، لدينا لاعبون أقنعوا العالم بأجمع. ربما النقطة الوحيدة التي على مدربنا التركيز عليها هي اللياقة البدنية بالنسبة للاعبين. لاعبين في المباراة الأخيرة قدموا أداء مقنعا من الناحية التكتيكية من ناحية الأهداف، لكن من الناحية البدنية لاعبين بدأ عليهم الإرهاق والتعب، وذلك ما أدى إلى خروج بعضهم مصاب بشد عضلي. إذن المشاهدين الكرام، الآن نصل وإياكم إلى فقرتنا، فقرة لقطات التي اخترنا لكم فيها لقطات من المباراة الأخيرة ضد النظير الجزائري التي فزنا فيها بهدفين لصفر وبالتحديد الشوط الأول. نتابع. إذن مشاهدينا الكرام، كانت تلكم لقطات من مباراة منتخبنا الوطني الأخيرة ضد النظير الجزائري لأقل من 20 سنة والتي فزنا بها بهدفين لصفر. إذن تأهلنا للدور الإقصائي، الدور المؤهل مباشرة لنهائيات أمم إفريقيا لأقل من 20 سنة القادمة. سنقابل في هذا الدور منتخب مالي، مباراتنا الأولى معهم ذهابا ستكون هنا في المركب الأولمبي بالعشرين من الشهر المقبل، على أن تكون مباراة الإياب بعدها بأيام. إذن قبل أن نختم معكم أنوه
إلى أنه تم في هذا المساء اختتام مباراة الكلاسيكو في الدوري الوطني ما بين ممثل العاصمة السياسية أفسا تبرغزينة وممثل العاصمة الاقتصادية أفسا واديبا، اللذين يتنازعان صدارة الدوري الوطني الممتاز درجة أولى إن صح التعبير. إذن فاز أفسا تبرغزينة على نظير أفسا واديبو بهدف للا شيء، سجله لاعب تبرغزينة بلاي في الدقيقة 44 أي قبل دقيقة على نهاية الشوط الأول. بهذا الهدف انفرد تبرغزينة بصدارة الدوري الوطني بفارق نقطتين عن أفسا واديبو. إذن ما زال لدى أفسا واديبو حظ في أيضا الرجوع إلى صدارة الدوري ولما لا الفوز بالدوري الوطني. كل ما نتمناه هو أن تبقى المتعة حاضرة في دورينا الوطني. إذن فيليسيتاسيون كما يقال ومبروك لأفسا تبرغزينة وهارد لك وحظ أوفر لأفسا واديبو في قادم المباريات. إلى لقاء جديد وهدف جديد مشاهدين الكرام، تقبلوا تحيات بالإخراج فيصل عربي، كما أحييكم في الإعداد والتقديم محمد المصطفى نونو، السلام عليكم.